إذا اليوم تنظم الندوبية العامة لإدارة معاهدات الإدماج بمعية شركائها جامعة الربيعية بالسجن المحلي عين سبع واحد. إذا هذه فرصة أولا للمشاركة والتشارك مع شركائنا في تظاهرة ترقى بالفكر، ترقى بفكر السجناء، يساهم فيها السجناء ذوي مستوى جامعي بطبيعة الحال من أجل طرح واحد مجموعة من الإشكاليات التي لها ارتباط سواء بتدبير المؤسسات السجنية أو بتدبير عدد من القطاعات العامة داخل المملكة المغربية. إذن هي فرصة للرقي بطبيعة الحال بفكر السجناء، ولكن فرصة أيضا ليطلعوا على آخر مستجدات في عدد من المواضيع. إذن يناقشون بطبيعة الحال الأساتذة المحاضرين الذين يقدمون عروضهم في هذه المواضيع ويطرحون آراءهم بخصوص كل إشكالية من الإشكاليات المطروحة. إذن كل هذا داخل في استراتيجية المندوبية العامة لتنويع المقاربات المتعلقة بإعادة إدماج السجناء. إذن هذه الدورة الثانية بعد دورة أولى كانت تنظمت في سلا دورة صيفية. إذن اليوم نحن في دورتنا الربيعية إن شاء الله التي الحمد لله كما تشاهدون النجاح، يعني لقات واحد النجاح باهر الحمد لله. كاين العنوان تهيئ السجناء لإدماج دور الفاعلين المنتخب. ممكن تسجلوا غياب المنتخب؟ فعلا كانوا بعض المنتخبين ماشي غياب، ما نقولوش غياب، ولكن كانوا واحد العدد ديال المنتخبين غير هو ربما ما كان شايب بالشكل اللي كانت كتمناه المندوبيه العامه لاداره السجون، انه يكون الحضور ديال هاد المنتخبين يعني بشكل قوي وفاعل اكثر. هذا هو.